أما الجزء الأولاني اللي احنا فيه دلوقتي هنتكلم معاكم على حمى الثلاث أيام. انتوا عارفين دلوقتي ان احنا في شهر 7 وشهر 8، واحنا قلنا من فترة ان خلي بالكم لازم نحصن في شهر 4 وفي شهر 5 عشان نقي نفسنا من حمى الثلاث أيام في شهر 7 وشهر 8. الكلام ده قلناه في حلقات سابقة في شهر 4 وحلقات سابقة في شهر 3، وأكدنا على الموضوع ده بالذات حمى الثلاث أيام والجلد العقدي، اتكلمنا عليهم كتير قوي في شهر 3 وشهر 4. لكن للأسف موجود دلوقتي حمى ثلاث أيام بطريقة رهيبة عند الفلاحين وعند الناس وبرضو الجلد العقدي، فقلت راجع بسرعة في النص ساعة الأولانية ديت معاكم لعل إيه الأمر يتدارك أو أنتوا تقدروا تلاقوا حل للمشكلة اللي عندكم. حمى ثلاث أيام إخوانا أنتوا عارفينها مرض فيروسي بيصيب كل من الأبقار وبالجاموس وبينطير عن طريق إيه الحشرات، الحشرات الماصة للدماء زي البعوض وزي الساكلينج انسكت، وبيزيد معدل انتشاره طبعا في فصل الصيف نتيجه لايه؟ لازدياد نشاط الحشرات. المرض ده ظهر في مصر عام 91 ورجع سنه 2000 و2004 و2006 و2009 و2013 و2015 و2016 و2017. موجود. انتقال المرض ده بيجي عن طريق الاساس بتاعه، مصدر العدوى بتاعه هو الحيوان المصاب. الصورة اللي انتوا شايفينها ده صورة الفيروس تحت المجهر. الحيوان المصاب بيتم نقل المرض بواسطة العامل الوسيط هو الحشرات سواء البعوض أو إيه الذباب. أهمية المرض ده يا أخوانا بيعمل جدوى اقتصادية بتاعته انخفاض في إنتاج اللبن واللحم. بيعمل عقم مؤقت للطلايق، بيزيد فرصة التهاب الضرع والإجهاض والوفاة في حالة ظهور أي عدوى سنوية مصاحبة. بينتقل عن طريق اللي شويه الحشرات اللي انتم شايفينهم البعوض اللي هم قدامكم دلوقتي على الشاشه دول. الاعراض نسبه الاصابه بتاعته دي حاجه مهمه جدا لازم نقولها، ان هو الموربيديتي بتاع عنده عاليه جدا، الموربيديتي اللي هي نسبه الاصابه، ونسبه الوفاه قليله قوي. الموربيديتي اللي هي نسبه الاصابه او نسبه ممكن من 35 ل 65% من القطيع، وممكن 2-3%، ونسبة الوفاة لا تعدى الواحد. ايه حكاية 2-3% و5 بتعتمد؟ انا بعتبر المرض ده مرض مانجمنت، مرض ادارة. لو المزرعة ديت ماشية محاربة، دي الاعراض اللي انتوا المخرج بس يستنى عليها شوية فيها، دي الاعراض اللي هي ايه ممكن تشوفوها. دقيقتين دقيقة بس اتكلم في الحتة دي. لو المزرعة او الحظيرة او الفلاح مراعي حيواناته صح، مراعاها يعني ايه؟ يعني باعد حيواناته عن الحشرات بالذات الناموس والدان. المزرعه بترش بطريقه دوريه حوالينها، مشغله موتور الضباب الصبح وبالليل، الراجل الفلاح عامل سلك على الحظيره بتاعته، الراجل حتى الفلاح مدخن حوالين الحظيره بتاعته، يبعد عن الفيكتور او العامل الوسيط اللي هو بينقل هذا المرض. المرض بيتنقل عن طريق الحشرات المصه، وبرضه بيتنقل عن طريق النيدل اللي لو حيوان مصاب حقنته بسرنجة أو بسن ونقلت لهذا السن لحيوان تاني هينقل عدوى من الحيوان المصاب للحيوان السليم. عشان كده مهم جدا جدا وانت بتحصن الحملة القومية دلوقتي الحمى الكلعية تحصنها بسن انديفيدوال لكل حيوان سن خاص بيه، وانا عارف الكلام ده كويس ان هو مصروف كميات رهيبه من السنون للتحصين، فمهم جدا للي بيحصن الابطال اطباء البيطريين بتوع الوحدات وبتوع الادارات اللي بيحصنهم يخلي بالهم يحصن كل حيوان بسن واحد عشان ما يساعدش على انتشار حمى الثلاث أيام. يبقى هو بيعالج بيحصن حمى الكلعيه، ده شيء كويس قوي. عملت حمله قوميه في شهر 4 وعملت تعمل دلوقتي حمله قوميه في شهر 7 وهتعمل حمله قوميه في شهر 10 عشان لما يجي انتشار الحمى الكلعيه بضراوتها في شهر 3 و4 يكون عندك مناعه كويسه جدا. بس اللي انت بتعمله ده 10 على 10، بس خلي بالك من انك في شهر 7 وفي شهر 8 في حمى الثلاث ايام وفي الجلد العقدي تبقى مراعي الهيجين ومراعي الهاندلنج بتاع الفاكسين بتاعك كويس قوي، ازاي تاخد الفاكسين وتبعد عن الشمس وتحطه في الثلاجه، واهم حاجه الحقنه او السرنجه او السن اللي انت بتديه للحيوان خليه انديفيدوال لكل حيوان سن خاص بيه. مهم جدا الحكايه دي. المرض ده يا اخوانا بيستمر حوالي من 3-5 أيام. ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ارتفاع يصل ل 40 ل 41 درجة مئوية.
بتلاقي رعشه في العضلات وعرق، يبدا الاول بتكتيفه او الحيوان يبقى ايه بعيد عن الاكل، حراره وتكتيفه، واول علامه تلاقيها في الحيوان العرق. الحيوان ما كانش بيعرق، يعني امبارح كان زي الفل ما بيعرقش خالص، النهارده تلاقيه بعد التكتيفه بدا يزك على ايه على رجليه، وبدا يتوقف عن الاكل وتوقف عن الاكترار. فاول علامه عندك من العلامات المهمه جدا جدا تلحقها وتبدا تعالج فيها اللي هو التكتيفه والزكه بدون سابق انذار او العرق بدون سابق انذار. هناخد اخونا حماده من البحيره. اتفضل يا حاج حماده. اتفضل يا حاج حماده بسرعه لان وقت الحلقه قليل قوي. الو. اتفضل يا حاج حماده. اتفضل يا حاج حماده. لو سمحت دكتور. اتفضل. انا جايب مواشي في العشرين يوم اللي فاتوا دول، يبقى احصنهم برضو عادي برضو؟ تحصنهم عادي بايه؟ يعني مثلا الثلاث ايام كده مش موجوده، مفيش الحمى الكلعيه اللي موجوده، ايه العمل يعني؟ هو كده حصل الحمى الكلعيه، انا دي في حمله قمه الحمى الكلعيه، بس لما يجي حصل انا متاكد ان الدكتور اللي هيجي لك هيحصنها بكل حيوان بسن خاص بيه لوحده عشان ما يساعدش على انتشار اي حاجه ثانيه. شكرا يا حاج حماده. هم كده ما تحصنوش حمى ثلاث ايام. إيه انت المفروض تحصنهم يا حاج حماده من شهر 4 او شهر 5. يعني انت لسه جايين جداد بقالهم شهر. طب حلو، او لسه جايين لك جداد، يبقى حافظ في حظيرتك او في مزرعتك من الحشرات، دايما تستخدم الرش. هنقوله دلوقتي، هتشوف دلوقتي في الوقايه، دايما تستخدم الضباب لو عندك موتور ضباب تلف حوالين الحظيره، ما عندكش رش وما عندكش موتور ضباب، لو فلاح صغير وعندك حظيره صغيره، اعمل اي حاجه طاردة للناموس زي ما انتم بتعملوا احيانا بالدخان والحاجات دي، بقدر الامكان يعمل ايه يبعد الناموس ويبعد الحيوانات بتاعته عن اي حيوان مصاب. يبقى الحيوان المصاب يتعزل لوحده ويبعد نهائي عنك، وتبقى دايما مكافح للناموس والذباب. اشكرك يا اخ حماده. شكرا. خلي بالك اخوانا في الاعراض، انا عايز اقول الحته دي مهم قوي، لو لحقنا الحيوان وهو لسه حراره عاليه وبدا بيزك وبدات تدخل بالعلاج فورا، واستدعي الطبيب البيطري ويبدا يتدخل بالعلاج معاه، وهنقول العلاج دلوقتي في الحلقة بالتفصيل، هيجيب نتيجة كويسة معايا. لو سبت الحالة أو ما اكتشفتش أو ما شخصتش الحالة وهي في الوقت ده اللي هي التكتيف والزكة بتاع العرق وارتفاع درجة الحرارة، هيخش معايا في مرحلة تانية صعبة جدا، وممكن بعد كده يؤدي إلى نفوق. يا إما يرقد مني الحيوان وما يقومش إلا بعد فترة طويلة ونقام، يعني ده نقام، أو يخش في إيه؟ في الامفيزيما، او الرئه يبقى في مشكله في الرئويه ويبقى في انتفاخ في الرئه والهواء اللي بيجي تحت الجلد. طيب لو لحقت الحيوان ده وهو لسه بيزك، ادي له ايه؟ جري استدعي الطبيب البيطري، اقول له هيدي له مخفضات للحراره، هيدي له مضادات للالتهاب، نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري، هيدي مضاد حيوي طويل المفعول عشان يتجنب العدوى السنويه اللي ممكن تحصل، هيدي محاليل ملح ومضادات للهستامين، هيدي حاجات موسعه للشعب الهوائيه لو في حاله الايه التهاب الرئه، هيدي كمان مقوي لعضله القلب زي التورين او غيره عشان يقدر الحيوان يستمر معاك. يبقى مهم قوي ده العلاج في حاله زوال الاعراض والحمى راحت ومشاكل الحمى راحت والحيوان رقد مني او حتى ما رقدش، ادي كالسيوم عشان مقوي عام واقوي بيه ولتقويه الايه العضلات اللي تعبت الفتره اللي فاتت. يبقى مهم قوي ان انا اشخص الحيوان وهو لسه بيقول يا اصابه، بشخص الحيوان. معانا حسين، فضل يا حاج حسين. ايوه فضل يا حاج حسين. فضل حسين من ايه؟ فضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سمحت في بدر، عندي التهاب رئوي، تعرفت لها ال عندك حيوان فيه التهاب رئوي؟ حاضر يا حاج حسين. حاضر. انا هاخد الاسئله دكتور. انا مضاد حيوي دكلوبرين ونوع ثاني، بس خفت شويه بس ما قضاش عليه. طيب ضررنا الجرح يعني. اداها جرح يومين. ماشي يا حاج حسين. خلاص يا حاج حسين، اشكر حضرتك. انت عندك التهاب رئوي وعايز تدي له ايه العلاج المناسب له. هناخد من المنيا الحاج شيبوب. الحاج شيبوب من المنيا. الو سامحني استاذ فندم. اتفضل يا حاج شيبوب. الله يخلي حضرتك يا فندم. لو سمعت يا فندم، انا عندي بقره عشار اه وفي رجلها في صنطه كده.
طيب في الساق الامامي. ماشي يا حاج شيبه. اشيلها دلوقتي ولا بعد ما تولد؟ ولو اشيلها اديها حقنه تيتنس ولا ايه؟ لا لا لا، العمليه بسيطه خالص، هقول لك تعمل لها ايه. حاضر، بس اخد الحلقه. شكرا لك يا حاج شيبوب. انت هتشيل الصنط عادي خالص والجرح عادي. هناخد الحاج مبروك من البحيره برضو. ان شاء الله الاسئله دي هاجب عليها، لقيت وقت من شويه يبقى الحلقه الجايه هجيب لكم عليها. مبروك من البحيره، اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا من البحيره، حضرتك من مركز بد. اتفضل. ماشي، هقول لحضرتك انا من البحيره مركز بد. اهلا وسهلا، بقول لحضرتك اتفضل. الدكتور هنا الاعداد البطاريه هنا ما بيلفوش علينا وبيدونا التحسينات السنويه. طيب ماشي، في خط ساخن الجماعه هنا، المخرج هينزله لك، خط ساخن لوزاره الهيئه العامه للخدمات البطاريه. حضرتك بتصل عليه في اي شكوى من اي مشكله عندك في التحصينات او من اي اداره بطاريه، ابقى اتصل عليه هيرد عليك فورا. احنا هنا برنامج ارشاد اكتر منه برنامج توصيل بلاغات. اشكرك يا اخونا مبروك من البحيره. طيب خلي بالكم يا اخوان، اتجنب اعطاء الحيوان مهم قوي في الحته دي ادويه عن طريق الفم، يعني ما تدلوش عشان ما يحصلكش درينشنج نومونيا، وعشان السوائل اللي بتخش الرئه، لان الحيوان في الوقت ده الرئه اصلا ماهيش مستحمله اي حاجه، وبيبقى فيها نسبه الاكسيديت فيها عالي او نسبه الانفلاماتوري فلويد فيها عالي. طيب في حاله الرئه اللي هي صعبه جدا والحيوان مش قادر يتنفس، استخدم برضو موسعات للشعب الهوائيه لو في حاله انفيزيما، تكون بس بالجرعات المناسبه، وما تخافش ان هي ممكن تعمل لك تاكي كارديا او مشكله في الهارت او هارت، تعمل لك هارت شوك ولا حاجه، لو انت اديت بالجرعات المظبوطه مش هتعمل لك حاجه. يعني حيوان وزنه من 400 ل 600 كيلو جرام، اديله من امبولين لثلاثه، يعني هو الهارت شوك واللي انت خايف منه مش هيحدث خالص، الا لو انت زودت الجرعه اكتر من المعدل بتاعها. وقلت لحضرتك الجرعه المناسبه تقريبا لكل حيوان من 400 ل 600 كيلو، تقريبا من 3 الى من 2 ل 3 امبول تديها له في الامان كامل جدا. ديت الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم عليها في اعراض حمى الثلاث ايام. النصيحه الاساسيه دايما اقول عليها، مرض خاص بالمانجمنت. يعني ايه مانجمنت؟ باداره المزرعه. لو اداره المزرعه مكافحه للديدان، ما عندهاش مستنقعات، ما عندهاش اماكن لايواء الناموس والدبان، ما عندهاش اماكن لايواء الفكتور وعامل الفكتور، ومتابع حيواناته صح ومغذي حيواناته صح وعينيه في وسط راسه في المزرعه او الفلاح في وسط راسه، اول ما الحيوان يتعب، اول ما الحيوان يحصل له تكتيفه يعزل الحيوان بسرعه، يبدا يدي العلاج المناسب له قبل ما يخش مرحلة العرق. وتبقى أنت عشان التشخيص بتاعك 10 على 10، تبقى عارف الحيوان تجي تفتح بيعرق، تشوف الأرجل بتاعه تلاقي أرجل سليم مفيش مشكلة خالص، امبارح ما كانش بيعرق النهاردة بدأ يعرق، فدي تديك على طول اتجاه إن في مشكلة في حمى الثلاث أيام. وده أهم حاجة فيه، ادي مضادات الالتهاب اللي هي النون ستيرويد الأنتي انفلاماتوري، مهمة جدا إن أنت تديها له وتدي معاه رفعات المناعة، تدي مضادات حيوية زي ما قلت قبل كده، تدي مضادات للهستامين، الحاجات دي كلها مهمة. والأهم من ده كله، عزل الحيوان المصاب. الأهم من ده كله إراء كومبليت ريست أوف ذا أنيمال، يعني ما تجيش الحيوان مصاب وتبدأ تحركه من هنا وتأدي له حقنة من هنا وتدخله زناقة من هنا وتطلعه من هنا. لا، أول حاجة المية، يعني في صورة للمية موجودة عندك اللي هي العلاج. أول حاجة الرش، إن أنت تدي الحيوان تغرقه مية. تشوف بعض المزارع شغالة المية شغالة في المواسير بتاع المحلب على طول موجودة، أنت مش قادر ترش بالخرطوم عليه. الحاجات دي كلها مكافحة الحشرات لتقليل فرصة انتقال المرض، استخدام المبيدات اللازمة زي ما انتم شايفينها كده، القضاء على الحشرات فترة نشاطها عشان ما نقلش المرض زي ما احنا قلنا، استخدم الفوجر مرتين يوميا قبل الفجر وقبل المغرب. وطبعا زي ما احنا قلنا الفترة اللي فاتت، التحصين في المعاد المناسب مهم جدا عشان اخد المناعة في الوقت ده. التحصين اللي هو ايه؟ في شهر مارس وفي شهر ابريل، بدي جرعة اولى في اواخر مارس وجرعة تنشيطية في اخر ابريل، كان اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، يديني مناعة كافية طوال موسم الصيف. يبقى مهم قوي عملية الوقاية زي ما احنا شايفينها قدامنا كده على الشاشة،
عملية الوقاية عن طريق أننا أكافح العامل الوسيط. سليمان من الأليوبية، فضل يا حاج سليمان. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا دكتور أنا عندي عجلة كده بقالها يعني هي لسه خام يعني. عجلة خام، أيوة يا حاج سليمان بسرعة عشان وقت الحلقة قليل أول النهاردة وألحق أجب عليك وأخد السؤال بتاعك. يعني مش عايز أتعشر يعني يا دكتور. عندك عجلة صغيرة خام، وزنها كام يا حاج سليمان؟ يعني 250 300. لا 250 300 لا، اصبر عليها يا حاج سليمان واكلها اكلها شويه كمان لغايه ما توصل وزن 350 كيلو ل 375 كيلو. ابدا راقبها في الشياع وابدا لقح. طب اشكرك يا دكتور. يعني لو انا المكان مغلق ما بيخرجوش منه القح التلقيح ضد الحمى الخلعيه؟ لقح هو تحصين، احنا ما لناش دعوه بالتلقيح بتاع الاخصاب وانك تعشر. التحصين ده مهم جدا، مفيش وقايه للامراض الفيروسيه الا بحاجه واحده هي التحصين. الامراض الفيروسيه الحمى الكلعيه، حمى الثلاث ايام، جلد العقدي، كل الامراض الفيروسيه لا علاج لها ولا وقايه منها الا بالتحصين، والتحصين في مواعيده. يعني يبقى دايما يعني على طول احصن؟ لازم يعني كل 4 شهور بالنسبه للحمى الكلعيه حصن مر، كل 4 شهور زي ما هم الدوله بتعمل دلوقتي ومعالي الوزيره بتعمل دلوقتي ان انت عملت حمله قوميه في شهر 4 وبعدين عملت حمله قوميه بتعمل حمله قوميه ثانيه من شهر 7 لشهر 8 وهتعمل حمله قوميه ثانيه في شهر 10، بيدي جرعات رافع مناعه للحيوان لما يجي المرض في شهر 1 و2 و3 و12 اللي هي انتشار الرياح والوقت بتاع انتشاره الجامد جدا، يبقى عندك مناعه عاليه من الحيوان يقدر يقاوم. ده بالنسبه للكلعيه. بالنسبه حمى الثلاث ايام، انت بتيجي في شهر مارس وفي شهر ابريل بتدي جرعه وجرعه منشطه. بالنسبه للجلد العقدي برضه في مارس وابريل، وان شاء الله احاول انزل لكم برنامج تحصينات الحلقه الجايه بعون الله يوم الاحد الجاي. يا ريت يا دكتور والله. هنزل لك البرنامج على الشاشه اول حاجه ابداها، هو كان معانا النهارده بس ما لحقش يطلع. انا كامل في شهر كذا تدي كذا، بعد 4 شهور تدي كذا، كل التفاصيل في برنامج لتحصينات الحيوانات الحلاب او حيوانات التسمين ان شاء الله هنزلها لكم تاني في اول حلقه يوم الحد الجاي ان شاء الله. جزاك الله خير يا دكتور. شكرا شكرا لك يا حاج سليمان. يبقى هناخد محمد من اسكندريه، وعايز ابص على في فيديو عندك الميه بتنزل على الحيوان، يا ريت تنزله لنا بالمره عشان يبقى ايه، يبقى يرتبط بايه بذهن الحلقه تخلص معايا، لان مهم اول عايز اراجع معاكم حمى هناخد اخر حاجه محمد من البحيره وبعدين اديني عشان اشوف النهايه بتاع الحلقه. اتفضل يا استاذ محمد. لو سمحت يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل محمد من البحيره راح. طيب اهم حاجه يا ريت الفيديو بتاع الميه ينزل كمان مره. لا الميه اللي هو رش الميه بيخش اللي هو رقم 4 ده غير الوقايه. اهم حاجه يا اخوانا في حمى الثلاث ايام، حمى الثلاث ايام ده مرض فيروسي بيتنقل عن طريق وسيط، مرض فيروسي بيتنقل عن طريق وسيط. الوسيط احنا لو انا قدرت اقضي على هذا الوسيط او على هذا العامل الوسيط او الفيكتور يبقى وقيت 90% منه. طب لو جات لي الاصابه اعمل ايه؟ اركز قوي في حيواناتي. اول ما الاقي الحيوان وقف عن الاكل اجري بسرعه ادي مخفض الحراره، مضاد للالتهاب، مضاد حيوي، موسع للشعب، بدي ما انتظرش ابدا ان الحيوان يرقد مني، ما انتظرش ان انا استنى الحيوان يوصل لحاله الانفزيما او حاله الهواء اللي تحت الجلد، يبقى او الوش بقى مدلقم ومنفوخ ويبقى كده انا طولت قوي. الشطاره من حضرتك انك تجري بسرعه اول ما الحيوان حراره 41 يمتنع عن الاكل يبدا يزك برجله زي الاعراض اللي احنا عرضناها من قيمه شويه، بسرعه اشغل الميه. اول حاجه عندي اشغل الميه، انزل الحراره بقدر الامكان، اعمل التشاش بتاع الميه، التشاش مش الرش، التشاش بتاع الميه تنزل عليه بالخرطوم بالاسبرين الموجود، انزله حتى في البحر لو كان قدامي بحر ولا حاجه واطلعه. دي اول حاجه اعملها ان انا اخفض حراره الحيوان بتاعي.
رقم 2 ادي مضاد التهاب قوي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ادي للحيوان. رقم 3 اتابع الحيوان. طب الحيوان دخل ورقد معايا انا استنى لما الحراره تنزل الحيوان وادي رفعات ادي كالسيوم ومحاليل ملح مع المحاليل الملح ومع الكالسيوم عشان ايه العضلات، وادي حاجه منشطه للقلب للتيورين او غيره، وادي مضاد الحساسيه. مهم جدا الحاجات ديت عشان تقدر تقاوم الحيوان بتاعك، تقاوم المرض داخل الحيوان بتاعك. مشاهدينا